السلام عليكم. في هذا الفيديو أقدم لكم القنوات الناقدة للقاء الجزائر وغينيا في كأس إفريقيا 2022 لكرة اليد. يواجه عصر اليوم المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد منتخب غينيا في الجولة الأولى لكأس إفريقيا 2022 المقامة في مصر. نحسب المجموعة الثانية في صالة مجمع الدكتور حسن مصطفى 6 أكتوبر الساعة 4:30 بتوقيت الجزائر، 5:30 بتوقيت مصر. لقاء منقول على الأرضية الجزائرية والسادسة الشبابية وعلى قناة أو أن تايم سبورت 3 المصرية.